السلام عليكم الاولاد، ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو حبيت نعاون جماعه اللي جابوا معدل بكالوريا بين 10 و 12، ربما نقترح لهم المجالات اللي انا تبان لي مجديه ونافعه اكثر من غيرها. نبداو بالتخصصات التقنيه ماتيلان وما تكنيك. من 10 ل 12 يعتبر معدل ضعيف بالنسبه لي ماتيلان ما تكنيك، وما على بالهم كي يخرجوا لي شوا يلقاو بلي ما عندهمش مجالات كبيره اصلا. المدارس كاع ما يصحولكش والمعاهد كاع ما يصحولكش. الفرق بين مدرسه ومعهد انه المدرسه فيها تسجيل وطني وتلقى فيها معدلات عاليه وتلقى شهاده تاعها معتبره ونخبه فيها. دائما مدرسه خير من لافاك، خير من الجامعه. اما المعهد راه تابع لكشم وزاره، وجينيرالون المعاهد فيهم الخدمه شبه مضمونه كما المعاهد اللي تابعه للقضاء والمعاهد التابعه وزارة الفلاحة والمعاهد تابعة لوزارة الطاقة والمعاهد تابعة للتأمينات هذيك وهكذا. المعاهد تابعة لوزارة معينة ولا معهد تابع الشؤون الدينية كما هذيك تاع دار الإيمان، هذه معاهد. في العموم المعاهد فاش خير من ناحية الوظيفية، من ناحية التوظيف راح تجي خير. ولكن صحاب 10 و 12 راهم بعاد كل البعد على جميع المعاهد والمدارس. هل هذا يعني أنه ما حش يقدروا يصح لهم تخصص شباب؟ بالعكس، الجامعة الجزائرية لافاك فيها تخصصات كثيرة جدا تبعها. بسم الله، جماعة التقنيين والماتيلا مليح يروحوا للمهن تاع المستقبل، لأن يعني كاين واحد فرص كبيرة بركي مادام المعدل ديالها 10 في الجزائر يحقروها. ولكن روح للمهن تاع المستقبل اللي تقدر تنجح لك في الجزائر مستقبلا وتقدر تنجح لك في الخارج إذا غدا إن شاء الله لقيت روحك في بلاد الناس، كيما ميكانيك والالكترونيك. هذه يا جماعه 10 11 12 يقدروا يروحوا لها، ولكنها تخصص رائع. ولا هذيك اللي تروح خاصه الالكترونيك، هذاك اللي يروح للتكنولوجيات المستحدثه، تليفونات، وانتم ادرى، انتم تعرفوا خير مني. وكي تروح للميكانيك روح اكثر للميكانيك السيارات. يخيبكم بلي الجزائر راهي رايحه نحو تصنيع ولا نصف تصنيع تاع السيارات. إذا بقيت في الجزائر راح يكون عندك مستقبل، إذا رحت للخارج باينة باللي هذه مهنة. تروح لألمان بلد التصنيع، تروح فرنسا بلد التصنيع، طاليان بلد التصنيع، العالم كامل بلد فيه يمد أهمية كبيرة لهذا النوع من التصنيع. لهذا جماعة ما تقولش باللي عندك 10 ولا رحت ميكانيك ولا إلكترونيك معناتها أنت يا زرق، لا أبدا، بالعكس هذا تخصص رائع. عندك وشنو وش الديفو تاع لافاك؟ لازم تقرا مليح. معناها اذا رحت ميكانيكا حيكون فيها الغاش لان المعدل تاعها ضعيف. اتميز نتايا وتعلم ومد لها حياتك والشغف ديالك، اتميز، دير تكوينات بالمقابل، اقرا باللغات، اقرا باللونجلي، شوف واش كاين في الميكانيك وفي الالكترونيك. انا نفضل هذا التخصص خير من الرياضيات جماعه. الرياضيات والفيزياء، حتى الفيزياء ما راناش في بلاد تاع البحث العلمي والى اخره، ولهذا العلوم النظريه ما تنفعش بزاف. نحبوا العلوم المهنيه، واش معناتها؟ اللي تعلمك صنعه، اللي تدخل فيه تقدر دير ميم كوميرس وحدك. شفت في الالكترونيك مستقبلا كان تكون شاطر تقدر دير مشروع، ولما لا شركه مصغره في كش حاجه. تقدر تجيب فكره شابه، تجيب لي زانفستيسور، تخدم كش بياسه، تقدر تدعمك ميم الدوله. خاطش علاش الدوله تاعنا راهي تدعم هذا التصنيع الجزئي؟ معناتها ما تقدرش تخدم طوموبيل بصح تقدر تخدم بياسه، ما تقدرش تخدم تليفون بصح تقدر تخدم إن ريزيستانس صغيرة، تجي صغيرة هكذا دقيقة. ولهذا جماعة ما تحقروش، كي يكون عندك أنت الإرادة خلي الناس تهضر ويقول لك هذا تخصص عيان وصحاب 10. أغلب الناس تافهين يا أخي، صح، أغلب الناس جايحين، أغلب الناس ضايعين. خمم روحك أنتايا، ادخل التخصصات هذه اللي في العالم كاع مبني عليها. اقتصادات العالم كامل مبني على التخصصات الكبيرة هذه. ولاد الفيزيك هذو، الإلكترونيك والميكانيك، هي البنات الصغرى لعلم الفيزياء. بصح خطيك من الفيزيك والمات. علاش؟ لان هذه التخصصات تاع العلماء والعباقره اللي حاب يخرج استاذ جامعي ولا استاذ في الثانوي. بصح ما عندناش البحث العلمي، شغل كيما التخصصات تاع العلمين. ها نروحوا للعلمي جماعه، اللي صحت له انفورماتيك ثاني قبل ما نهضروا. الانفورماتيك لي ريزو، الامن السرباني ولا سرياني ولا شو اسمه هذاك تاع لا سيكوريتي تاع الالكترونيك ولي كارت والاخر. لا شك انه هذا يا تخصص تاع المستقبل. اذا صح لك ب 10 11 12 ما تسقسيش، ما ماشي مدرسه، ما ماشي مدرسه عليا، ما يهمش، المهم انفورماتيك ماشي مات.
قشمات راح تتلقى علوم نظريه وتخلص عليك استاذ فيزيك، راح تتلقى علوم نظريه راح تخلص عليك بروف تاع فيزيك. اللي راهو حاب يدير استاذ اللهم بارك، المهم على بالو وين راهو رايح. صح، جماعه العلميين يقدروا يديروا اس تي اس ان هذوما اللي انا نهضر عليهم، بصح يقدروا يزيدوا معاها تخصصات اللي عندها علاقه مع الزراعه ولا تربيه المائيات. علاش؟ لان هادو تانيك في العالم كامل لي زانجينيور مقبولين، ولي زانجينيور تاع هذا المجال هذا يسحقوهم في كاع العالم. الور لا، اذا زدت تعلمت معها اللونجلي ولغه اجنبيه ثانيه ولا الالمان ولا، وتكون تمتريزي وعطيت لها حياتك وعندك شغف في هذا المجال هذايا وتتعلم مليح، يضربوا عليك. بالاضافه الى الجزائر، ولاك تلاحظوا بلي كاين تطور كبير في مجال الفلاحه، وكاين توجه لدعم الفلاحه. كي نقولوا الفلاحه ماشي معناتها انت هو الفلاح اللي تحرط الارض، وان كانت الشرف مهنه، ولكن تقدر تولي غدو ان شاء الله انفستيسور، عندك مشاريع في هذا المجال هذا. كي تدخل فيه مع الاول باينه بلي تخدم عند الناس، تكسب خبره الى اخره، تحتك بالمجال. من بعد مع مرور الوقت ربما 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات في المجال، ما تدريش الافكار اللي تقدر تجيك، تقدر تولي مستثمر في هذا المجال. لهذا نحب المجالات اللي عندها علاقه مع الغذاء. مام كاين في البيولوجي تخصص تاع التغذيه، جماعه كي تروح دير بيولوجي ما تروحش دير ميكروبيولوجي وتخصصات النظريه، دير حاجه عندها علاقه مع الاندستري، مع التصنيع، لان الغذاء راهي صناعه دوكا. دير عند حاجه عندها علاقه مع الصناعه، مع الماشينه. هذوك التخصصات تاع الغذاء والاخر جيده، تخصصات تاع الزراعه جيده، تاع تربيه المائيات اللي هي الحوت هذايا اللي تاع الفاج، مجال رائع والعالم كامل يحتاجه، وتقدر دير فيه مشاريع خاصه. شت التخصصات اللي مدها لك كلها تقدر تخدم بها، وتقدر دير بها بروجي كي تولي قادر. خاطش علاش جماعه لي بروجي ما يديروش بالجهل؟ كاين بزاف لا جينيس يتحمسوا، كتلقى في عمره 21 سنه يبدا يهضر على المشاريع، ماشي مشكل ولا عندك العلم، المشكله سي كي تصدم بلا علم. صح، هاي نروحوا جماعه الجيستيون، وهاد جماعه الجيستيون يقدروا يزحموهم اللي سبقنا ماتي لما تكنيك سيانتيفيك، يعطوا لهم تاع لي جيستيون. عندهم تخصصات في العالم، في العالم كامل هي رقم واحد في الباك، وفي الجزائر يمدوها ب10. علاش؟ لانها تخصصات نظريه. شكون هي؟ محاسبه، اقتصاد، ماناجمنت، والتجاره. جماعه هاد الاربعه في زوج روعه، والاروع فيهم هي التجاره والماناجمنت. المحاسبه كونطابيليتي، فيها خدمه معروفه في الجزائر، تقدر تولي كوميسار او كونط، تقدر تخدم عند كوميسار او كونط، تقدر تخدم في شركه تولي كونطاب تاع شركه باينه. بصح انت واش طارتك كيف كيف؟ هاي المشكله تاع التخصصات هذه اللي ما فيهاش معدلات كبيره تاع لافاك، فيها الغثائيه. الغاشي بزاف، دالي ابراهيم ولا في الوطن كاع تروح كليه الاقتصاد تلقى فيها بزاف الغاشي. بصح هذوك النخبه اللي يجيبوا معدل 14 15 يطلعوا ماستر، روح شوف المستقبل ديالهم رائع، سيرتو اللي يقرا بلغتين ثلاثه، وشوف يدير ميزاجور شابه في التسيير، وميزاجور شابه في التجاره، وفي الماناجمنت، وفي المحاسبه، وفي المجالات هذه رائعه. هاد المجالات في العالم كامل هي اللي بوست اللي فيهم بزاف دراهم. تروح زعما شركه اقتصاديه كوكا كولا، شكون اللي تلقى زعما لي بوست ديالو فيه بزاف دراهم؟ هذاك اللي يخدم تغذيه وانجينيور وعنده في الراس، ولا هذاك اللي يسير ويسوق ويجيب دراهم للشركه؟ باينه بلي هذاك اللي حيجيب له دراهم للشركه هو اللي يخلص بزاف، لانه هو اللي يجيب بالاسواق. لهذا جماعه ما تحقروش هذه المجالات روعه. انا يا لو كان عندي شويه وقت راني نحب نتعلم في هذا المجال، ما عنديش الوقت نعاود نقرا ليسونس بزاف، قريت ثلاث مرات ثلاث تخصصات في الجامعه، بصح نقدر ندير هذاك فورماسيون تاع شهر 15 يوم. علاش؟ لانه مجال يفيد كاع الناس. نورمالمون كامل نفهمه في التسويق، وكامل نفهمه في التسيير، لان غدوه ان شاء الله تلقى روحك مسؤول تسير شركه مصغره ولا تسير شركه وطنيه ولا اي حاجه. لازم كامل نفهمه في الاقتصاد، وهذه المجالات رائعه جماعه. اذا عندك المعدل تاعك يكفي اصدم وما تخاش، ما تشاورش العرب. يقول لك انا قريت اقتصاد راني في شوماج. إيه انت بديت جهد يا صديقي، وانا وانت ماشي كيف كيف. ما تقارنش انسان مارق وفايق مع راسو ويجتهد وخباش مع انسان غافل. هذاك الانسان الغافل لو كان يروح يقرا ميدسين يفشل، يلقى روحو حبس في 7 سنين ويخدم في السبيطار في لي زيرجونس حياته كاع، ما يتطور، ما يدير مشروع، ما والو، لانه هو انسان فاشل. جماعه ماشي التخصص اللي حيرجعك انسان ناجح، باش نتفاهموا، السلوك ديالك والاراده ديالك. ولهذا غير هذه التخصصات وما تخافش. هاي نروحوا جماعه ادب فلسفه ولغات، وجماعه ادب فلسفه ولغات كامل اللي سبقنا يقدر يدخلوا معاهم، شفتوا التدرجات في الجزائر
معناها العلميين والتقنيين والرياضي يقدروا يدخلوا في كاع. واش قلنا عندهم تخصص رقم واحد هو دروا، ما غير يعطوها لك بنقص 10 ماشي غير 10، ولكن رقم واحد هي الدروا لازم تعرفوها. من فيها الغاشي وكاين في كاع الولايات، ولكن هي التخصص رقم واحد. علاش؟ لانه يعطيك ابواب كثيره مفتوحه تاع مناصب عليا. بالدروا تقدر تدخل القضاء، بالدروا تقدر تدخل هذيك تاع الضمان الاجتماعي لاكناس، بالدروا تقدر تدخل محضر قضائي تخدم عند روحك، بالدروا تقدر تخدم نوتار موثق تخدم عند روحك، بالدروا تقدر دير كفاءة تاع المحاماة تخدم عند روحك. ولهذا هي قراية بصح تقدر تولي مقاول ذاتي ولا كيش يسموها في القانون تخدم عند روحك. ولهذا الدروا هي التخصص رقم. بصح لو كان تروح تقرا دروا وتدخل راطراباج وما تجيبش عوام ما كاش تخلص عليك شوماج. شتو الخطورة جماعة تاع لافاك؟ لافاك هايلة ومليحة، عندهم شنو؟ تفتح بيبانها الناس اللي يعرفوا يقراو، لانه العدد كبير جدا. ماشي كيما زعما تروح مدرسة ليزي الدفعة فيها 150 ل 200 ل 500 واحد، بينما اللي في 500 واحد يخدموا وبينما اللي قاعدين يشوفوا باسكو 500. بصح لو كان تروح نفس التخصص اعلام الي في الجامعة فيه 50000، كنت حسبت 150 ولاية في واحد 50000. ولهذا هذوك 50000 شكون اللي ينجحوا فيهم؟ النخبة. فهمتوا الفرق؟ ولهذا ما تخافوش جماعة من الجامعة. انا قريت في الجامعة ونضمن لكم بلي الجامعة تنجح، ولكن بشرط لازم تجتهد وتعمل. راح تكون سنوات حلوة تتشرف فيها المادة، تعيش معاها، تحتك مع لي بروف، مع الناس العباقرة، مع لي ماجور دو برومو، مع لي سبقوك، استمتع بالمادة تاعك، عيشها وتميز فيها، وزيد دير دي فورماسيون اللي يعاونوك من لغات او شيء اخر. انت ادرى بالتخصص واش يزيد يكملوا في النهايه كي تتخرج ونشوفوا ولا ما يضربوش عليك، سواء هنا بقيت هنا ان شاء الله ربي يسرها لك، ولا رحت كنت في بلد ما سواء في الخليج ولا في اوروبا وفي اي مكان، باذن الله الناس راح تقيمك وراح تعرف قيمتك. صحاب الادبيين شكون كاين مور دروا؟ كاين اللغات سورتو لي لونغ فرونسي اونغلي، اللغات الاجنبيه ماشي العربيه. انا نقري عربيه ونقولها لك، العربيه تخلص عليك استاذ، هذا واش فيها؟ اللي يحب يولي استاذ مرحبا به، اهلا وسهلا، حنا ندعموه. بصح علاش اللغات فيها افاق؟ سواء صينيه او تركيه او روسيه او اي لغه، او البولونيه او الالمانيه، اي لغه. علاش؟ لان بالاضافه الى انك تقدر تولي استاذ، فيها مجال انك تشتغل مع القنصليه اذا كنت شاطر، فيها مجال تشتغل في مجال الترجمه، فيها مجال انك تشتغل مع الشركات الاجنبيه في الجزائر. تخيل شركه برازيليه تسحق مترجم بالبرتغاليه ولا الاسبانيه، وانت تكون انسان شاطر تعرف بريزونتي روحك وتهضر مليح وبريزونطابل، وتروح ديبوزي سي في تقدر تخدم تولي تخدم معاهم. ولهذا اللغات الاجنبيه فيها مجال هنا كيما تقدر تخليك تروح بلد يهضر ديك اللغه. كي اذا تعلمت الاسبانيه تقدر ربي يسهلها لك، تجيب زعما سي 2 في الاسبانيه، تقدر ربي يسهلها لك تخدم مع شركات اجنبيه ولا عن بعد. المهم الافاق تاع الخدمه في اللغات الاجنبيه اكثر من الافاق تاع الخدمه في اللغه العربيه، لان اللغات الاجنبيه فيها استاذيات ولي استاذ، وفيها مجالات اخرى تاع شركات والمجال الحر. وانا دائما نحب نوجه التلميذ الى تخصص فيه زوج، فيه تقدر تروح تقري ولا تخدم في شركه، وفيه المجال الحر حتى الفرص تكون كبيره. وزيد التلميذ اللي شاطر ودار غاز وفحل كي تعطي له المجال الحر ينجح. علاه؟ خاطش كي يتكل على روحه وهو شجاع بطل ينجح باذن الله، غير ينجح لك. الاولاد واش كاين ثاني تاع الادبيين؟ خاطش الادبيين يقول لك يا شيخ انا عندها تخصصات مليحه قليله، علوم سياسيه شويه، لازم دير هذاك التخصص تاع اللي فيه الاداره. الصحافه ما ننصحش بها بزاف، يروحوا لها الصحافه غير الناس اللي صح يحبوا الصحافه ينجحوا فيها، باسكو في الجزائر تولي صحفي بالتيك توك ماشي بالشهاده. ولهذا اخطيك ما ماشي لازم تقرا صحافه، تقدر دير فورماسيون تاع 3 شهور وخلاص. الجماعه هذوك تاع العلوم الانسانيه وعلوم اجتماعيه لازم ديروا دائما حاجه عندها علاقه مع الاداره، كيما هذيك تاع ارشيف، ارشيف تصلح للاداره مليحه. اما باقي التخصصات يروح لها غير اللي يحبها. علاش؟ اللي يحب هذاك التخصص ينجح فيه، ما تخافش عليه. مم يكون فرص قليله هو يقرا مليح ماجوري الى اخره، باذن الله يقدر ينجح فيها. الاولاد هذه هي افضل تخصصات بالنسبه جماعه 10 الى 12. اذا نسيت كاش تخصص ولا حبيتني نجاوب عليه، اكتب لي في التعليقات اسم التخصص يكون في الفيديو القادم، وباذن الله نتمنى لكم نجاح مبهر اكثر من اللي كنتم توقع. الاولاد ما ديروش في قلبكم زعما ما عطالكمش التخصصات اللي كنتو حابينها، ما تقلق ما والو، اقرا اي تخصص صح لك يكون مليح كيما نصحتك،
واعطي له وقتك وجودك وبإذن الله تنجح فيه. سلام عليكم، ابتسم، أنت لست سجعلا.